تصر بعض النساء على الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، فهل صلاة الجمعة واجبة عليها لو لم تصلها تعاقب عليها؟ صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. روى أبو داود بإسناد على شرط الشيخين قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. فلو لم تصلها المرأة لا عقوبة عليها، ولكن إذا صلتها صحت وأغنت عن الظهر. ويجب عليها في هذه الحالة أن تستأذن زوجها في ذلك، وهذا شأنها في كل شيء لا يجب الخروج له من بيت الزوجية، كما يجب أن تكون محافظة على كل الآداب الشرعية المعروفة. والله أعلم.